بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما معرضون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا. ائتوني بكتاب قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل Yeah.
كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين قال الذين كفروا للحق لما يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قل ما كنت بدعا إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين إن أتبع إلا أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة
وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء كانوا يعملون خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي تبت إليك وإني من المسلمين إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن
أحسن ما عملوا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات وليوفيهم أعمالهم وهم
يعلمون مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ألا تعبدوا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا صادقين فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما
قوما تجهلون وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا تقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربك بها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم وجعلنا لهم سمعا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء فما أغنى عنهم سمعهم ولا ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات
وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم فلولا نصرهم الذين اتخذوا بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا كتابا أنزل من بعد موسى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز
في الأرض وليس له من دونه أولياء ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير بلى الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلى قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون ولا تستعجل لهم كأنهم يوم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا القوم الفاسقون بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.